أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة الكتابة، كتابة حرف السين ثم بناء كلمة بالإكمال، بمعنى أننا سوف نكمل مكان النقط بالمقطع المناسب لكي نحصل على كلمة مفيدة ذات معنى. جيدة. إذا قبل ما نبداو الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليو لي جيم من هذا الفيديو هذا، واللي مشترك فشكرا له ومرحبا بك أو مرحبا بك. على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم اللي قلنا أنها حصة ماذا؟ حصة الكتابة. أكتب. ألاحظ مسار الحرف ثم أكتب. أولا لنلاحظ مسار حرف السين. إذا لاحظوا معي، هذه هي الأشكال التي يكتب بها حرف السين. إذا يكتب بهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الشكل. إذا يكتب حرف السين بماذا؟ بثلاثة أشكال. وما هذو؟ ما الثلاثة هذو؟ جيد. إذا لاحظوا معي المسار ديال حرف السين، وهذا إذا تبعوا السهم وكذلك أيضا الأرقام، السهم والأرقام، السهم والأرقام. جيد. ثم بعد ذلك أكتب. إذا الآن لنكتب هذه الحروف أو هذه المقاطع. لدينا هنا حرف السين مع الحركة القصيرة الفتحة، تنطقوه ماذا؟ س. إذا لنكتب حرف السين بالفتحة س س بهذا الشكل. ما تنساوش الشكل، ما تنساوش الفتحة. إذا س، وبشويه عليكم ما تزربوش، وحاولوا ان الخط يكون بحال بحال، يعني قد هاد حرف السين، قد هذا، قد هذا، قد هذا، ولا غنكتب يعني ما يكونش واحد كبير واحد صغير، باش هكا ملي تجي الاستاذه تصحح لكم ما كتبتو او الاستاذ يلقى داكشي مزيون، وكذلك اذا تحصلوا على نقطه زوينه. اذا حرف السين اتنسى بالفتحه ثم س بالفتحة. إذا لنقرأ ما كتبناه. س س س س. جيد. الآن ننتقل إلى حرف السين بالكسرة. عندنا هنا سي سي، ما تنساوش الشكل. ثم سي، ثم سي. جيد. إذا لنقرأ الآن ما كتبناه. سي 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 سي. جيد. إذن هنا حرف السين بالضمة كنطقوه سو، لنكتبو سو. شويه عليكم ما تزربوش. سو بهذا الشكل هذا، ثم سو، ثم سو، ثم سو. جيد. اذا لنقرا ما كتبناه. سو. علاش كنقراوه؟ باش هكا انكم تنطقوه مزيان وتقراوه بسهوله. سو 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 سو. جيد. اذا لدينا هنا سو بالحركه الطويله الواو. سو سو بهذا الشكل. سو. ثم نعاودو نكتبو سو، يعني بالواو سو. نعاودو نكتبو سو. احترموا النقاط، يعني عدد النقاط اللي كتعطي لكم. هنا عطاونا ثلاثة، اذا وهنا عطاونا اربع نقاط فاش نكتبو الحروف. اذا الان ننتقل الى الكلمة. لدينا هنا رسم، رسم، رسم.
بنكتبوها حتى هي ر س ما. ما تنساوش الشكل رسم، عاودوا نكتبوها رسم رسم رسم، عاودوا نكتبوها كذلك رسم رسم. جيد، اذا نقراو داكشي اللي كتبناه. رسم رسم رسم. احسنتم. الان ننتقل الى السؤال الموالي. السؤال يقول اختار المقطع المناسب واكمل الكلمه. اختار المقطع المناسب واكمل الكلمه. لدينا هنا كلمه ناقصه خصها مقطع، كذلك ايضا هنا لدينا كلمه ناقصه خصها مقطع باش يكمل لنا الصوره، يعني المعنى ديال الصورة. إذا أول اللي نقرأ المقاطع س، هذا حرف السين بالفتحة، سن سن حرف السين بتنوين الفتح، سن سن هذا حرف السين بتنوين الضم. جيد، وهنا لدينا نقط ثم ري رن ري رن. إذا ما هذا؟ هذا س ري رن س ري رن. إذا المقطع المناسب هو س س. إذا غادي نكتبو بهذا الشكل، هذا نكتبو س. إحنا الآن حصلنا على كلمة مناسبة للصورة، إذا وكملنا الكلمة س ري رن س ري رن. أحسنتم. الآن لدينا هنا مو دري مدري. لاحظوا معي هذه الصورة، هذه شنو فيها؟ فيها تلاميذ، سبورة، تلميذ ربما يعرض شيئا ما، وهنا أستاذ أو مدرس، هنا مدرس. إذا نحن هنا في القسم، ولدينا هنا مدرس، إذا مدرس. إذا شنو هو المقطع اللي خصنا نديرو هنا؟ سن سن. إذا هو هذا، اكتبو. إذا بهكا كنكون حصلنا على كلمة مدرس مدرس. احسنتم احبائي الصغار، فهكا كنكون سالينا الحصه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.